يوسف اليوم حنا في دار سرغنا يعني لاحظنا بانه فرق موسيقيه جات باش تحتفل مع هاد الطالبات والتلاميذ ديال الحوز. كيفاش جاتكم الفكره في الاول؟ بصراحه اصلا المهرجان هاد السنه هذا كان شعار تضامني 100%، وكذلك كان فيه تكريم الفروق الفنيه والتراثيه اللي تهتمت لجهات الحوز، ومنهم من الفنانين منهم الجمعيات اللي تهتموا بالتراث ديال منطقه الاطلس. المبادره جات بالاساس من الفنانين اللي جاوا شاركوا معنا في المهرجان باش يقوموا بزيارات لهذا المواوي المبيد، لانهم بغاو يتضامنوا مع هاد الناس وبغاو يجيو يواسيهم وزعما وينشطوهم ويدوزوا معاهم واحد الوقت زوين. يعني بالنسبه لك يوسف اليوم كانوا في دار سرغنا، من قبل كان تضامن مع الجمعيات مع الفرق من الحوز، كيفاش دازت الاجواء ديال المهرجان وحنا اليوم في يعني في الاختتام ديال المهرجان؟ المهرجان داز الحمد لله هذه السنه هذا زعما رائع ومتنوع، كذلك حتى عدد الفرق اللي كان كثير بزاف اللي كان ارتئينا، درنا ثلاثه المنصات اللي منهم في ساحه جامع الفنا وقصر الباهيه ونجوم جامع الفنا. كذلك كان هنا كان ندوات اللي كانوا فيها زعما الاساتذه ودكاتره اللي تهتموا بالتراث الثقافي ديال الحوز وديال جبال الاطلس والثقافه الامازيغيه اللي كاينه في هذه المنطقه هذه، وكذلك كان زيارات وكان زيارات سياحيه وثقافيه في نفس الوقت لهذه المناطق هذو بحال امزميز بحال ايمليل، يعني كانوا فيهم زيارات الناس باش يجيو ويشوفوا هذه المناطق الرائعه بالثقافه ديالها والمناطق زعما المناخ ديالها زعما والتضاريس اللي تتعرفوا بواحد الجماليه، وفرصه نيت باش يشوفوا الناس بانه راه باقي مراكش باقي فيه زعما باقي الناس يجيو باقي السياحه كاينه، وكذلك فرصه للاصدقاء والجمعيات المتبعين هاد الاجانب هادو يشوفوا حتى هما هاد المناطق هادو اللي باقي ما اكتشفوهمش باش تكون عليهم ان شاء الله واحد يجيو ويعاودوا يكتشفوهم في السنوات المقبله ان شاء الله. النسخه الخامسه ديال المهرجان سالات، اشنا هو المشروع اللي جاي بالنسبه لجمعيات التراث والفولكلور؟ الوغ حنا نيت دابا في خضم استعداد للدوره الاولى للفيستيفال ديال الكورال مراكش كورال ميتينغ اللي غيكون من 8 حتى 12 نوفمبر، وهذا المهرجان هذا اللي فيه غتشارك فيه حتى هو فرق كثيره اجنبيه، واللي هو اللي عنده شعار اكثر فيه تسامح وتعايش الديانات، ومهرجان اللي عنده واحد الابعاد اللي زعما سلميه وزعما الانفتاح لجميع الديانات والثقافات العالم.